أبلغت به الوقاحة أن يأمر الناس بالجهاد دون إذني وأن يدعو لصلاح الدين؟ هذا أمر لا يجب السكوت عليه. مولاي دعني أذهب إليه. تذهب إلى من يا أبا الفضل؟ ماذا حدث لكل هذا؟ أردنا أن نخبرك بحقيقة تناسيتها يا ابن الجوزي. أي حقيقة تلك؟ ما أنت سوى رجل من الناس، فإن لم ترجع عاقبناك وحرمناك المسجد. وأي جريمة اقترفتها حتى تدخل داري هكذا؟ تدعو للناصر صلاح الدين ولا تدعو للناصر لدين الله، وأنت تعلم أن من تدعو له إنما هو أحد الولاة وليس أمير المؤمنين. أباتت الدعوة مقصورة على أمير المؤمنين؟ أتقبضون على رجل تصدق على فقير ثم دعا له الفقير؟ شتان بين الأمرين، وأنت تعلم ذلك فلا تراوغ بالكلمات. إن كانت تهمتي هي الدعوة للناصر صلاح الدين فإني أقر بها وأعترف بها، بل وأتمادى فيها، إذ لا أملك له إلا الدعاء. لا يا أمير المؤمنين. أتعارضني؟ القاضي ينصب ميزان العدل ويسأل يوم العرض. إنه ينشر الفساد في الأرض. قولك هذا يعني أنك قد أصدرت الحكم. حدثه يا أبا الفضل، حدثه عن أفعالي، أخبره بما حدث للعامة من أمتنا. إنه يدعو الناس للعصيان، وقد أخبرنا غير واحد بأنه أجاز الجهاد بلا أمر من السلطان. يا أمير المؤمنين، أخشى أن يلزم ظلمه عنقي، والله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كيف حالك الآن يا ابن الجوزي؟ الحمد لله على كل حال. لقد أمر أمير المؤمنين الناصر لدين الله بنفيك إلى واسط أنت وأهلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا ابن الجوزي ابتعد ابتعد، وإلا قتلته. أريد أن أصافحه قبل أن يرحل. دعه يا ولدي، أنت تعلم أني لن أهرب منك. تعال. ما الذي دفعك للمجيء؟ كان علي أن أقبل يدك هكذا. أتذكر يوم حدثتني عن قوم نبي الله صالح؟ في هذا اليوم فقط رأيت نور يتسرب إلى قلبي، هزتني الكلمات، أحسست أني ضئيل كحبة رمل. هيا هيا أيها الرجل، هيا. لقد عدت إلى الحياة وأخذت طوق النجاة. هذا أجمل ما سمعت اليوم. دينار واحد. سيعرضني هذا للخطر. لا تخف، لن أطيل عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما اتفقنا. لا تخف، سأرحل بعد قليل. تفضل تفضل.
تفضل تفضل تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. معذرة، لا يوجد عندي ما أجلسك عليه. منها خلقنا وإليها نعود. تفضل. أنت الوحيد الذي جاء لزيارتي. كان لابد وأن آتي إليك بهذه الأخبار السارة. هلا عادت القدس؟ الحمد لله الحمد لله. متى حدث هذا؟ ليلة الإسراء. عبد العزيز، يوسف، اقترب. هل عفى عنك أمير المؤمنين يا أبي؟ بل حررت القدس، عادت إلينا بعد 91 سنة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اقترب اقترب أيها الفتى، هيا إلى العلم، هيا إلى الثقافة. كتاب أعمار الأعيان بدرهم واحد، درهم واحد. هيا اقترب أيها الفتى، اقترب أيها الفتى، هيا إلى الثقافة، هيا إلى العلم. كتب ابن الجوزي بدرهم واحد بخط يدي. هذه رسالة صلاح الدين إلينا. علمت أنه دعا لمولاي أمير المؤمنين من فوق منبر الأقصى. بارك الله فيه، لقد ظلمته وظننت به السوء. صلاح الدين يطلب مني العفو عن ابن الجوزي. ابن الجوزي؟ لقد نسيت أمره تماما. لم يعد هناك خوف منه. أعده إلى بغداد يا أبا الفضل. الكتب، كتبي كتبي. من فعل هذا؟ إنه من؟ تكلم. ولدك علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اطمئن، لقد قبضنا عليه البارحة وهو يحاول الهروب من بغداد، وأودعناه السجن. والكتب؟ باعها لمن يشتري. وبهذا نكون قد أنهينا إعادة ما كتبناه سابقا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رحل ابن الجوزي في عام 597 من الهجرة، وقد ترك أكثر من 300 مؤلف ظلت مشكاة للعلماء والدارسين حتى يومنا هذا.